بما أن الماء هو أساس الحياة وأن الحضارة لا تبنى إلا على ضفاف الأنهار كما يقال، فكيف لا يكون البحر ملهم الشعراء؟ كما يقول الشاعر: أصعب من ركوب البحر أمور ألجأتك إلى ركوبه. وبما أنه من أحد الفضاءات المفتوحة للتأمل فهو يعبر عن جاذبية الأرض والنفع. إذا تكلمنا نحن عن البحر في النص القرآني فنجد أن لفظة البحر تكررت 41 مرة، منها 33 ذكر فيها لفظ البحر و8 ذكر فيها لفظ اليم. من خلال البنية السطحية والنصية، البنية السطحية والعميقة للنص، نجد بأن هذه البنية السطحية كلاهما يشتركان في أنهما مصدر مائي، لكن في الأخير نجد بأن هناك البحر هو مصدر رزق واليم هو مصدر هلاك كما ذكر في النص. فهذه دائما أقتطف مقتطفات بين المداخلات، منها إلقاء لمداخلتي ومنها إلقاء الأساتذة لمداخلتي. وقبل هذا يقول فولتير، يقول أن البحر أصبح ذريعة لكتابة النص، كما ذكر بأن البحر يحضر في النص الشعري الشعبي خاصة في منطقة بير العازب، وبالتالي هنا جعل الشعر الشعبي سفينته في الإبحار. وقد تكلم على الكتابة، فهنا نجد أن كذلك نزار قباني تكلم عن البحر وأراد منه أن يستعيد مجد الكتابة ومجد العشق عندما قال نزار: لطالما البحر قبلة لكل نفس تواقة للسكون والتأمل ومصدر للإلهام، يخلق عبارات ساحرة ويرسل الشاعر للروح بما في داخله من قولي: هل تجئين معي إلى البحر لنحتمي تحت عباءته الزرقاء، هل أبوح لك بستر صغير ما عذبني على استعادتي. ساعديني على استعادة المجدين، مجد الكتاب الذي تكلمت عنه ومجد العشق. فهنا نجد بأن كما قالت الكاتبة العراقية فاتن الجراح أن كل خروج عن المألوف يعتبر إبداع. ومن هذا المقام أحيل الكلمة بأنه مصدر للرزق حلية تأكلونها، وكذلك الانكسارات والخيبات كذلك يعبر عن العالم الآخر المجهود. كذلك كما ذكر الأستاذ مصطفى بوسيف أنه مصدر للخصوبة والعطاء عندما كانوا يقدمون فيه أضاحي وذبح، كذلك مصدر للخطورة، كذلك مصدر للعقاب والإغراق، وكذلك ما هذا ما ذكره كذلك النص القرآني: وأغرقنا آل فرعون. كذلك هو العالم القلب الإنساني عندما عرج عليه المتصوفة، كذلك هو يعني الوطن، كذلك يعني التحرر من القيود، المنفى والعودة من خلال سفنه وشراعاته دائما، كذلك يعني بالعظمة. وهذا مثال من خلال ما استعمله أحمد شوقي وأحد شعراء بأنه يمثل اللغة العربية أنها لغة عظيمة، كانوا يستمدون من البحر. كذلك يعد الامتداد والرهبة والخوف، أضيف إلى ذلك كذلك الارتياب والشك والحياة والموت من خلال الحياة البرزخية وجعلنا بينهما برزخا، ثنائية الضدية، كذلك الشوق والحنين. ومن خلال التسفر من تيمة البحر وجدنا ما لا يقل عن 23 موضوع تجلت فيه تيمة البحر، وأن كل نص يعبر فيه الشاعر عن تيمته الخاصة التي يريد أن يمرر فيها مقصديته. وبالتالي هذه التيمة لا نستطيع أن نخرجها من نص واحد بل من منجز إبداعي سواء شعري أو روائي. نجد بأن هناك التعبير عن البحر من خلال الصور ما ذكر الزملاء أنسنة البحر. الصور القديمة كانوا يستعملون صورا تقليدية حيث يوظف الشعراء للبحر بصور تقليدية قديمة مجرد قراءتها تفهم، وهذا ما ذكره أحمد درويش كذلك بقصيدته أمه، ومضت وكذلك قصيدة هنا: ومضت تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. وبعدها أصبحت هنا في النصوص الشعرية هناك معاني مبتكرة حيث دعمت الدلالة في الصور الشعرية، وهذا في شخصنة أشياء للبحر إعطائه خصائص إنسانية مثل العناق. ويقول أحد شعراء: السجن لاقيت عيون البرتقال وعناق البحر والأفق الرحيم، الأفق الرحيم. فهنا نجد بأن البحر كان مصدر وملهم الشعراء قديما، وبقدر ما هو مصدر إبداع. يقول فوزي حسين:
فالرحلتي لا تأمن ثلاث البحر والسلطان والزمان. وفي الأخير أشكر الجميع على حسن الإصغاء والمتابعة، أشكر كذلك الأساتذة المحاضرين. أعتذر من أساتذتي الأفاضل بأنني تجرأت أمامه في هذا المقام، إلا أن هذا المقام يجوز به التجرؤ، وأحيل كلمة إذا